بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العارية، وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى آله وصحبه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب العارية أو العارية بالتشديد، وعارية من عقود الإرفاق التي يقصد بها الإحسان وقضاء حاجة المحتاج، انتفاعه بالشيء ثم يرده إلى صاحبه، إباحة المنفعة مع بقاء العين، كإعارة الثوب أو إعارة السيارة أو إعارة القلم أو إعارة القدر أو الحبل لمن يقضي به حاجته ثم يرده إلى صاحبه. وهذا فيه فضل عظيم، لأنه من الإحسان ومن إعانة المحتاج، والمعير لا يلحقه ضار، لأنه سيعود إليه ماله. وقد توعد الله على منع العارية بقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون يعني يمنعون العارية. الماعون هو ما يحتاجه الإنسان يقضي به حاجته من الأعيان التي تبقى بعد الانتفاع بها فيردها إلى صاحبها. والجمهور على أن العارية مستحبة وليست بلازمة، فيستحب لمن طلب منه عارية أن يعير ولا يلزمه ذلك. وبعض العلماء يرى أنها واجبة، لأن الله توعد على منعها بالويل، والوعيد لا يكون إلا على منع واجب أو ترك واجب. وعلى كل حال، الإعارة متأكدة، ولكن يجب على المستعير أن يحترم مال غيره، وأن لا يتهاون به، وأن يسرع برده إذا انتهت حاجته، وأن يحافظ عليه، لأن بعض الناس يستعير الشيء ثم يهمله أو يسرف في استعماله حتى يتلف أو يعود إلى صاحبه وهو منهك ومتأثر بالاستعمال، أو لا يرده أبدا، وربما يؤول به الأمر إلى الجحود فيجهل. وكانت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها، لأن هذا سرقة باسم العارية، هذا يعتبر سرقة باسم العارية، حيلة. فأموال الناس محترمة، لا يجوز التهاون بها أو إنكارها. فإذا استعرت شيئا فأحسن استعماله وحافظ عليه مثل ما تحافظ على مالك، حافظ عليه. فإذا انتهت
حاجتك منه فبادر برده إلى صاحبه. لو أن الناس عملوا هذا العمل لما حصل ممانعة في العارية، لكن لما أساء الناس استعمال العارية فإن الناس توقفوا في العمل بها بسبب سوء التصرف من المستعيرين. نعم. وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. العارية إباحة نفع عين، أن يبيح صاحب العين المالية، يبيح للمستعير استعمالها مع بقاء عينها. يشترط هذا، يشترط أن تكون العين مما يبقى بعد استعماله حتى يرد. فإن كانت العين لا يمكن استعمالها إلا بإتلافها فإن هذا لا يسمى عارية، كالذي يستعير طعاما ليأكله أو شرابا ليشربه، هذا لا يسمى عارية لأنه يتلف باستعماله. إنما العارية في الأشياء التي يمكن استعمالها مع بقاء عينها، مثل الماعون، مثل السيارة، مثل القلم، مثل الكتاب، مثل الثوب، يمكن استعمالها ثم ترد إلى صاحبه. نعم. وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه. بعد استيفاء بهذا الشرط، تكون العين مما يبقى بعد استيفاء المنفعة منها. نعم. وتباح مثلا القلم تكتب به ولا يؤثر هذا في القلم، السكين أو السلاح تستعمله في وقت الحاجة ثم ترده إلى صاحبه. الكتاب تقرأ فيه ثم ترده إلى صاحبه لأن القراءة لا تؤثر فيه. نعم. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. تباح إعارة كل ذي نفع مباح، بخلاف الذي نفعه محرم، الأشياء التي تستعمل للحرام هذه لا يجوز إعارتها بل يجب إتلافها، كآلات اللهو وغير ذلك من الأشياء التي تستعمل في الحرام هذه لا يجوز إعارة. ولا يجوز إعارة الشيء لمن يستعمله في الحرام. إذا عرفت إن المستعير يستعمل العارية في الحرام فلا تعيره. قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. وتباح إعارة كل ذي نفع مباح. كل ذي نفع مباح، يخرج الذي نفعه محرم. نعم. إلا البضع. إلا البضع فلا يجوز أن يعير مملوكته، لا يجوز أن يعير، لا يجوز للسيد أن يعير مملوكته لمن يستمتع بها لأن هذا محرم. نعم. وعبدا مسلما لكافر. كذلك من ما يحرم إعارته العبد المسلم يعار للكافر، لأنه لا يجوز أن يجعل المسلم تحت ولاية الكافر. قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فلا يجوز أن يعار مملوك ليخدم كافرا، ليخدم كافرا. نعم. وصيدا ونحوه لمحرم. مما تحرم إعارته إعارة الصيد للمحرم، لأن المحرم يحرم عليه الصيد وقتله وأكله، لا يجوز إعارته له. نعم. وأمة شابة لغير امرأة أو محرم. أمة شابة مملوكة لا يجوز إعارتها للأجانب، لا يجوز إعارتها لأجنبي،
إلا لامرأة يجوز إعارتها للمرأة لأنه لا يخاف عليها عند المرأة، أو إعارتها لمحرم لها كأخيها وأبيها محارمها. أما الذي يخشى عليها منه بالفساد فإنها لا تعار له، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. نعم. ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. سبق لنا في أحكام الجوار أن الجار إذا احتاج إلى وضع خشبه على جدار جاره فإنه يضعه، إذا كان الجدار يتحمل ولا يتضرر فإنه يضع خشبه عليه مجانا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جارة أن يضع خشبه على جداره، فيعيره له مجانا ويستعمله حتى ينهدم الجدار. نعم. ولا أجرة. نعم. ولا أجرة لمن أعار حائطا حتى يسقط. حتى يسقط الجدار، لأنه أعاره مجانا. نعم. ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. ولا يرد. ولا يرد إن سقط إلا بإذنه. المستعير للجدار لا يبنيه إذا سقط إلا بإذن صاحبه. المستعير للجدار لا يبنيه إذا سقط علشان يضع عليه خشب إلا بإذن صاحبه. نعم. لأن هذه إعارة جديدة. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت. العارية أمانة بيد المستعير، إن تلفت بغير تعدي ولا تفريط لا يضمنها، أما إن تلفت بتفريط من المستعير فإنه يضمنها بقيمتها، يضمنها بقيمتها يوم تلفت، يشاف قيمتها يوم تلفت لا يوم أخذها من صاحبها، بل يضمنها بقيمتها وقت التلف لأنه وقت الضمان، ولا تعتبر قيمتها يوم أخذها لأنه ليس وقت ضمان. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. لمسألة خلافية بين العلماء، هل العارية مضمونة أو غير مضمونة؟ على قولين، أو لا تضمن إلا بالشرط، ثلاث أقوال. قيل إنها غير مضمونة لأنها تبرع بالنفع فهي غير مضمونة، وقيل إنها مضمونة مطلقة فيأخذها بضمانها لو تلفت، وقيل لا تضمن إلا بالشرط، إذا شرط المعير على المستعير أن يضمنها فإنه يضمنها، قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. نعم. وهذا هو الصحيح، أنها لا تضمن إلا بالشرط. نعم. وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت ولو شرط نفي ضمانها. نعم. وعليه مؤونة ردها. على المستعير مؤونة رد العارية، إذا احتاج ردها إلى أجرة فإنها تكون على المستعير، إذا كان استعار شيئا لنقله أجرة فإنه يحملها لصاحبها ويدفع الأجرة. نعم. وعليه مؤونة، لأن الرد واجب عليه فيجب عليه ما ترتب عليه من الأجرة. نعم. وعليه مؤونة ردها للمؤجرة. لا المؤجرة، أما لو استأجر شيئا، استأجر دابة أو شيئا وانتهت مهمته منه وأراد أن يرده إلى صاحبه فإن مؤونة الرد على المالك، على المؤجر لا على المستأجر. نعم. ولا يعيرها. المستعير لا يجوز له أن يعير العارية لغيره، لأنه إنما أبيح له أن ينتفع بها هو، ولا يملك إباحة النفع لغيره لأنه ليس مالكا لها،
ليس مالكا للعين ولا مالكا للمنفعة إلا بالعارية فقط، فلا يعيرها لغيره إلا بإذن صاحبها. نعم. ولا يعيرها، فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. وعلى لو أنه خالف المستعير، خالف وأعار العارية وتلفت عند الثاني، تلفت عند الثاني، فإن الضمان يستقر على من تلفت عنده، على الثاني يعني. نعم. فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها. نعم. وعلى معيرها أجرتها. نعم. ويضمن أيهما شاء. نعم، المعير يضمن المستعير الأول قيمة العين التالفة، أو يضمن المستعير الثاني. فإن ضمن المستعير الأول رجع على الثاني لأنها تلفت بيده، وإن ضمن المستعير الثاني لم يرجع على الأول لأن قرار الضمان عليه لأنها تلفت بيده. نعم. وإن أركب منقطعا للثواب لم يضمن. إذا أركب منقطعا في الطريق، أحد يمشي في الطريق وشاف له واحد محتاج للركوب فأركبه على دابته، أركب هذا الشخص على دابته، فتلفت الدابة، لم يضمن الراكب. الراكب لا يضمن لأن هذا في حكم العارية، إركابه إياها في حكم العارية. نعم. وإذا قال أجرتك، قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد، قبل قول مدعي الإعارة. نعم. إذا اختلف المالك ومن بيده المال، فقال المالك أنا أجرتك إياه، قال المالك أنا أعرتك إياه، وقال من بيده بل أجرتني، بل أجرتني هذه العين ولم تعرني إياها، فإنه يقبل قول مدعي الإعارة، لأن الأصل عدم الإجارة، الأصل عدم الإجارة إلا بدليل بينة يثبت. نعم. وإذا قال أجرتك، قال بل أعرتني، أو بالعكس عقب العقد، قبل قول مدعي الإعارة. نعم. وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل. بعد العقد مباشرة، يعني ما بعد استعملها، يقبل قول مدعي الإعارة لأن الأصل عدم العقد. أما إذا مضت مدة واستخدمت العين، الأصل الضمان، الأصل في منافع الأشياء الضمان إلا بإذن صاحبها، وصاحبها يقول لا أنا ما أعرتك، أنا ما أعرتك، أنا مأجرك، علشان يعطيه هجرة، يقبل قول المالك لأن الأصل ضمان المنافع، الأصل ضمان المنافع، إلا إذا أثبت من هي بيدها أنها عارية. نعم. وإن قال أعرتني، أو قال أجرتني، قال بل غصبتني، أو قال أعرتك، قال بل أجرتني والبهيمة تالفة، أو اختلف في رد، فقول المالك. نعم. إذا ادعى المالك أن الشخص الذي بيده العين مغصوبة، قال غصبتني، أخذتها بدور الله، والذي هي بيده يقول أعرتني إياها، يقبل قول المالك في هذا، يقبل قول المالك في هذا. وإذا كانت العين تالفة فيضمن من هي بيده، وإن كانت العين باقية ترد وينتهي الإشكال. وكذلك إذا أعاره شيئا، ثم اختلف في الرد، المعير يقول ما رديتها علي، والمستعير يقول أنا رديتها عليك، وليس له بينة، يقبل قول المالك لأن الأصل عدم الرد،
الأصل عدم الرد حتى يثبته من يدعيه. نعم. باب الغصب. الغصب الغصب هو الاستيلاء على أموال الناس بغير حق. الله جل وعلا حرم أموال المسلمين وأموال المعاهدين، قال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا. الحديث قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأموال المسلمين وأموال المعاهدين محترمة، لا يجوز الاعتداء عليها بغصب أو غيره من أنواع الاعتداءات. نعم. وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق. الغصب هو الاستيلاء على حق غيره، على حق غيره قهرا بغير حق. الاستيلاء على حق غيره قهرا، يخرج بذلك ما لو استولى على حق غيره بغير القهر، كالسرقة مثلا، أو النهب، أو الخيانة، فهذا لا يعتبر غصبا، هذا يعتبر إما سرقة وإما نهبا وإما خيانة، ولا يعتبر غصبا لأنه لم يقهره بأخذه. وقوله بغير حق يخرج ما إذا استولى على مال غيره قهرا لكن بحق، كاستيلاء الحاكم على أموال المفلس لأجل أن يسدد ما عليه من الحقوق، كما سبق لكم في باب الحجر، حجر الفلس. فإن للحاكم أن يمنع المدين من أمواله، من التصرف في أمواله، ثم الحاكم يبيعها ويسدد للغرماء، هذا استيلاء بحق. وكالاستيلاء على مال السفيه والصغير فإن هذا استيلاء بالقهر لكنه لمصلحة صاحب المال، فهو استيلاء بحق، استيلاء بحق، فلا يعتبر غصبا. نعم. وهو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول. نعم. الغصب يكون في الأموال الثابتة كالعقارات والأراضي، ويكون على الأموال المنقولة كالسيارات والحديد والخشب والدراهم والثياب والدواب وغير ذلك. الغصب يمكن أن يأتي على الأموال الثابتة والأموال المنقولة، استولي عليها قهرا بغير حق. قد قال صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من الأرض أو اقتطع شبرا من الأرض بغير حق طوقه يوم القيامة من 7 أراضين. هذا هو الغصب. نعم. وإن غصب كلبا يقتنى أو خمر ذمي ردهما. إذا غصب شيئا غير مال لكنه مأذون استعماله، كالكلب الذي يتخذ للصيد أو لحراسة الماشية أو لحراسة الزرع، فإنه أذن في اقتناء الكلب لهذه الأغراض الثلاثة: إما للصيد كالكلب المعلم، وإما لحراسة الزرع، حراسة المزرعة، أو لحراسة
الماشية من الذئب، فإذا جاء أحد وغصب الكلب فإنه يجبر على رده، لأن هذا شيء أبيح الانتفاع به فلا يجوز لغيره أن يأخذه، وقد أذن له باستعماله. وكذلك الخمر، الخمر حرام ويجب إتلافها، إلا خمر الذمي، لأن الذمي يقر على شربها خفية، لا يتجاهر لكن يشربها خفية لأنه يعتقد إباحتها فيقر على شرب، فلو جاء أحد وغصب خمر الذمي يجبر على رده، يجبر، بخلاف الخمر الذي للمسلم فإنه يتلف، يجب إتلافه لأنه غير مأذون به. نعم. ولا يرد جلد ميتة، ولو غصب جلد ميتة فإنه لا يرده، لأنه لا يباح استعمال جلود الميتة ولم يؤذن في استعمالها، فلو غصبها إنسان فهي هدر، لأنه لا قيمة لها، ليست من الأموال. وعلى القول الثاني أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يباح استعماله ويباح بيعه إذا كان من حيوان تعمل فيه الزكاة، فإنه يدبغ ويستعمل ويجوز بيعه. أما إذا كان من حيوان لا تعمل فيه الزكاة فإنه حرام ولا ينفع فيه الدباغ ولا شيء، لأنه نجس العين. نعم. وإتلاف الثلاثة هدر، يعني لو أتلف الكلب أو أتلف خمر الذمي أو أتلف جلد الميتة إنه هدر، لأن هذه ليست أموالا، إن كانت باقية يجب عليه رد الكلب ورد الخمر الذمي، وإن تلفت فليس عليه شيء لأنها ليست بمضمونة. نعم. وإن استولى على حر لم يضمنه، الحر لا يدخل تحت الملك خلاف العبد، العبد يدخل تحت الغصب، يمكن أنه يغتصب العبد، لكن الحر هذا لا يملك وليس بمال. لكن لو استولى عليه ومنعه من الكسب فإنه يجبر على دفع الأجرة مدة حبسه إياه. نعم. وإن استولى على حر لم يضمنه وإن استعمله كرها أو حبسه فعليه أجرته، إن استعمله كرها يعني خلاه يبني ولا يشتغل أكرهه على ذلك بدون موافقة منه فإنه يدفع الأجرة، لأنه استغله بغير إذن فيدفع الأجرة، ومنافعه محترمة. وكذلك لو ما استعمله حبسه عن الكسب مدة شهر شهرين فإنه يلزم بدفع أجرته مدة الحبس، لأن المنفعة مالية مضمونة وقد فوتها عليه. نعم. ويلزم رد المغصوب بزيادته، انتهى من الأشياء التي يأتي عليها الغصب والأشياء التي لا يأتي عليها الغصب، انتقل الآن إلى رد المغصوب، يجب رد المغصوب لأنه مال للغير أخذه بغير إذن فيجب عليه الرد، يجب عليه الرد إلى صاحبه الذي غصبه منه إن كان حيا، وإن كان ميتا فيرده على ورثته. نعم. ويلزم رده بزيادته لو إن الدابة مثلا ولدت عند الغاصب أو سمنت، النماء سواء كان منفصلا كالولد أو متصلا كالسمن، أو تعلم صنعة صار له قيمة، أو الشجرة حملت وحصل منها على ثمر، أو الثمر باقي فيها، فيجب ردها بزيادتها لأنها نماء ملك المغصوب منه،
والنماء يتبع الأصل، فكما يجب عليه رد الأصل يجب عليه رد النماء. نعم. ويلزم رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه. وإن غرم أضعاف قيمة المغصوب، الرد استلزم عليه غرامة أكثر من قيمة المغصوب، يرد بغرامته لأنه معتدي، لأنه معتدي، والرد واجب عليه، فيتحمل ما يستلزمه الرد من النفقة ولو كانت أكثر من ثمن المغصوب. نعم. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع وأرش نقصها وتسويتها والأجرة. لو جاء إنسان وغرس في أرض غيره، غرس في أرض غيره، غرس نخل وغرس أشجار أو بنى جدران وبنى بيوت وفلل، فإنه يجب عليه إخلاء هذه الأرض وتسليمها لصاحبها، إخلاؤها من الغراس وإخلاؤها من المباني، وأن يسلمها كما غصبها، قوله صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، ليس لعرق ظالم حق. فيلزمه قلع الغراس، ويلزمه هد البناء، ويلزمه تسوية الأرض، ويغرم ما نقص من قيمة الأرض حتى يسلمها كما استولى عليها في الأول، لأنه معتدي. نعم. وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع، قلع الغراس. نعم. وأرش نقصها، أرش نقص الأرض، لأن قلع الغراس يؤثر فيها، يصير فيها حفر، وأيضا تصبح مستعملة، تصبح الأرض مستعملة وليست أرضا بورا، فيلزمه أرش نقص الأرض بسبب الغراس الذي قلعه. نعم. وتسويتها، تسويتها يعني تسوية الحفر، يلزمه تسوية الحفر وتسوية مكان البناء حتى يجعلها كحالها الأول، لأنه معتدي فيلزم بإزالة العدوان. نعم. والأجرة، والأجرة، أجرة القلع، أجرة القلع وأجرة هدم المباني عليه هو، عليه هو. نعم. لأنه إخلاء لملك الغير، لأنه إخلاء وجب عليه لملك الغير، فيلزمه ما يترتب عليه من نفقة. نعم. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا فحصل بذلك صيد فلمالكه. حصل، ها؟ حصل صيد ب... فحصل بذلك صيد. كذا. نعم. اي نعم، حصل. إذن نعم، لو غصب شيئا من الكواسب، غصب شيئا من الكواسب كالجارح من الطيور والمعلم من الكلاب، فهذا الجارح صاد مدة بقائه عند الغاصب، هذا الصيد للمالك، لمالك الجارح وليس للغاصب، لأنه نماء ملكه. نعم. ولو غصب جارحا أو عبدا أو فرسا، أو عبدا وأجره، عبدا وأجره حصل أجرة، فإن الأجرة لمالك العبد لا للغاصب. نعم. أو فرسا وعمل عليها وحصل عليها مالا، فإن المال يكون لمالك الفرس لأنها نماء ملكه. نعم. فحصل بذلك صيد فلمالكه. اي نعم، فلمالك الأصل. وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل. نعم.
وإن ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب أو صبغه. لو غصب ذهبا، لو غصب سبايك ذهب ثم ضربها نقودا فإنه يلزمه ردها بحالها، وإذا نقصت قيمتها فعليه الضمان. نعم. وإن ضرب المصوغ. نعم. ونسج الغزل أخذ خيوط مغزولة ثم إنه نسجها ساحة أو بيتا من الشعر. نعم. وقصر الثوب يعني غسله. القصارة هي الغسل والتنظيف، أخذه وسخا ثم غسله وترتب على غسله إياه وتنظيفه نفقة. نعم. أو صبغه، أو أخذ الثوب ساذجا، غصبه ساذجا ثم صبغه وصار له قيمة بعد الصبغ. نعم. ونجر الخشب ونحوه، أو غصب خشبا ثم نجره وجعله أبوابا أو غير ذلك، أو كراسي أو طاولات، فإن هذا لا يمنع الرد، كل هذا لا يمنع الرد، وعمله يكون هدرا. نعم. أو صار الحب زرعا أو البيض، أو غصب حبا وبذره ونبت، فإن الضمان باق عليه ولو تحول الحب إلى عين أخرى، لأنه نتيجة ملك الغير. نعم. أو البيضة فرخا، أو غصب بيضا، بيض دجاج أو بيض طيور، غصبه وهو بيض ثم إنه تحول إلى طيور، فهو لا يزال ملك المغصوب منه. نعم. أو النوى غرسا، ولا يقال إنه غاصب بيض يرد بيض، لا، يرد المغصوب سواء كان بيضا في حاله أو أنه تحول إلى طيور. نعم. أو النوى غرسا، أو غصب نوى التمر ونبت صار غريس، النوى صار غريس، الغريس للمغصوب منه، لصاحب الأصل، ما هم للغارس لأنه معتدي. نعم. رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب، رده في جميع هذه الأحوال، رد الثوب المنسوج والثوب المصبوغ والخشب المنجور والبيض الذي تحول إلى طيور وكذلك بقية الأشياء، والنوى الذي تحول إلى غراس، والحب الذي تحول إلى زرع، يردها ويغرم ما نقصت من قيمتها. نعم. رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب، ولا شيء للغاصب، الغاصب ما يقول أنا تعبت، أنا نجرت الخشب وأنا صبغت الثوب وأنا قصرت الثوب وأنا نسجت الغزل وأنا تعبت، يقول أنت معتدي، تعبك هدر لا قيمة له. نعم. ويلزمه ضمان، صاحب الملك لم يأذن لك، صاحب الملك لم يأذن لك بهذا العمل فأنت معتدي، والمعتدي ليس له حق. نعم. ويلزمه ضمان نقصه، نعم، إذا نقص في هذه الأحوال فإنه يلزمه ضمان النقص. نعم. وإن خص الرقيق رده مع قيمته، إذا غصب رقيقا ثم خصاه، قطع خصيته فأصبح خصي، فإنه يلزمه رده خصيا مع قيمته، لأنه لو خص حرا وجبت عليه الدية، فكذلك العبد ديته قيمته، فإذا خصاه يرده ويرد قيمته دية للخصيتين. نعم. وما نقص بسعر لم يضمن، هذا إذا كان النقص
يضمن النقص إذا كان بسبب فعله، أما إذا كان النقص الذي حصل ليس بسببه وإنما هو بسبب غلاء السعر أو رخص السعر فهذا ليس شيئا من قبله، لا يضمن النقص، إذا نقص السعر لا يضمنه. نعم. وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرئه. نعم. ولا لو غصب عبدا مريضا أو دابة مريضة أو غصب سليما ومرض عنده ثم عاد سليما فإنه يرده سليما ولا شيء عليه. نعم. وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص. إذا غصب عبدا ساذجا ثم تعلم عنده صار متعلما فإنه يرده، فإن كانت زادت قيمته فليس له شيء، يرده ولو زادت قيمته لأنه غير مأذون له في تعليمه، وإن نقصت قيمته بالتعليم فإنه يضمن النقص. نعم. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول. إذا غصبه ثم سمن ثم هزل يضمن السمن لأنه زال وهو مغصوب فيلزمه. نعم. أو هزل. نعم. وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت. إذا غصب عبدا ثم هزل يضمن النقص، أو غصب عبدا ساذجا وتعلم ثم نسي يضمن النقص بالنسيان أيضا، لأنه نسي التعلم عنده وهو مغصوب عنده. نعم. فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة كما لو عادت من غير جنس الأول. كما لو أنه غصبه وفيه صفة ثم زالت الصفة وجاءت صفة أخرى مثلها أو أحسن منها يضمن الصفة الأولى التي تلفت عنده ولو عاد مثلها أو أحسن منها. نعم. ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما. أما إذا عادت من جنسها فإن نقصت الثانية عن الأولى ضمن النقص، وإن تساوت فإنه لا يضمن شيئا لعدم النقص. نعم. فصل. وإن خلط بما لا نعم. وإن خلط بما لا يتميز. طيب، إذا أخذ المغصوب وخلطه، مثلا أخذ بر، غصب برا وخلطه ببر، أو زيتا وخلطه بزيت بحيث لا يتميز هذا من هذا، ماذا نعمل الآن؟ صار المال مكون من مال الغاصب ومن مال المغصوب منه، ولا يتميز هذا من هذا، يشتركان فيه على قدر ما ليهما. نعم. أو حنطة زيت مع زيت، أو حنطة مع حنطة. نعم. أو حنطة بمثلهما. نعم. أو صبغ الثوب. نعم. أو للتسويق. أو صبغ الثوب. الصبغ ما يمكن نزعه. نعم. أو للتسويقا بدهن. أو للتسويقا، لت يعني خلط، السويق وهو محموس الشعير يخلطه بزيت أو بسمن ويؤكل، هذا اللت معناه خلط السويق بزيت أو بدهن ويأكله، هو غصب سويق ولته بزيت، اختلط المالان مال الغاصب ومال المغصوب، ولا يمكن تمييز أحدهما عن الآخر. نعم. أو لت سويقا بدهن أو عكسه. يعني غصب دهن ولت معه سويق من عنده. نعم. ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه.
نعم يكون شريكين في هذا المال المخلوط من مغصوب وغير مغصوب بقدر ما عليهما بالنسبة، لأن مال كل واحد منهما دخل في هذه العين. نعم. وإن نقصت القيمة ضمنها. وإن نقصت القيمة بالخلط ضمن النقص، يرد ملك المغصوب ويرد معه نقص الخلط. نعم. وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه. إن زادت قيمة أحدهما، قيمة الزيت أو قيمة السويق، الزيادة لصاحبها من الغاصب أو المغصوب منه. نعم. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. نعم. ولا يجبر من أبى قلع الصبغ. لا يجبر. لو قال الغاصب أنا صبغت هالثوب وصار له قيمة، أنا أبى زيل الصبغ، أبى أجيب مواد تزيل الصبغ، قال صاحب الثوب لا، ما بيك، ما يجبر صاحب الثوب على، لأن هذا فيه إتلاف لماله، فيه إفساد لماله. قال هذا صبغي أباخذه، قلنا هذا ما يمكن أخذه إلا بضرر المغصوب، فلا يجبر هذا. إن قال ما يخالف لا بس، وإن قال لا فلا يجبر. نعم. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. لو جاء واحد وشرى من الغاصب حسب ملكه شرى منه الأرض وغرسه ولا بناه فله، ثم تبين أنه مغصوبة ترد على صاحبها، والمشتري يرجع على الغاصب بالقيمة التي دفعها له. نعم. ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. نعم. وإن أطعمه فيرجع بالقيمة، ويرجع بقيمة الغراس الذي تلف أو تضر. نعم. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. إلى منه غصب الطعام وجاء واحد وقدم له وكله، جاء واحد ضيف عنده وقدم له المغصوب وكله، من ضمن الغاصب ولا الآكل؟ نقول إن كان الآكل عالما أن هذا مغصوب فيضمنه الآكل لأنه هو اللي أتلفه، وإن كان الآكل ما أدري أنه مغصوب فإن الذي يضمن هو الغاصب. نعم. وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه. على الآكل، إن علم الآكل فالضمان على الآكل، وإن لم يعلم فالضمان على الغاصب. نعم. وإن أطعمه لمالكه، هذه عاد مشكلة. نعم. أو رهنه. إذا أطعمه لمالكه، غصب الطعام وجاء مالكه ما أدري، قدم له الطعام، إن كان المالك عالما أنه طعامه فإنه لا شيء على الغاصب لأنه استوفى حقه وأخذ، وإن كان لم يعلم أنه طعامه فعلى الغاصب الضمان. نعم. أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ. أو نعم، إذا أطعمه للمالك، الغاصب قدم الطعام المغصوب للمغصوب منه للمالك وأكله عالما أنه طعامه، وقال بطالبه بعدين، بأكله الآن وبطالبه بعدين، يقول له مالك حق لأنك أكلته وأنت عالم أنه ملكك فليس لك عليه شيء، هذه واحدة. أما إن كان لم يعلم فإنه يضمنه. نعم. أو رهنه عند مالكه، والراهن ما يدري أنه ملكه، فإنه لا يبرأ الراهن، لا يبرأ الغاصب، الغاصب لا يبرأ وإن كان قد رهنه عند المغصوب منه، لأن المغصوب منه لم يدري أنه ملكه. نعم. أو أودعه. أو جابه وأودعه إياه وقال خلوا عندي، وهو ما أدري أنه غاصبه منه، الغاصب أودع المغصوب عند المغصوب منه وهو لم يعلم، فإنه لا يبرأ بالإيداع
بل يبقى عليه الضمان. نعم. أو آجره إياه. أو آجره إياه، قال تبي سيارة أنا عندي سيارة، وهو غاصب منه، أجره إياها وهو ما درى أن سيارته، لا، فإنه لا يبرأ، يكون الضمان عليه، لو تلفت السيارة يضمنها الغاصب. نعم. لم يبرأ إلا أن يعلم، إلا أن يعلم المغصوب منه إن هذا عين ملكه. نعم. ويبرأ بإعارته، يبرأ بإعارته إياه، يبرأ بإعارته إياه، إذا أعار الغاصب المغصوب ما غصبه منه بريء، لأنه تسلمه. نعم. وصار بيده فرده، هذا في حكم الرد. نعم. وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله، إذا تلف المغصوب فإن الغاصب يضمنه بمثله إن كان مثليا، والمثلي هو المكيل والموزون، وغير المثلي الذي لا يكال ولا مثل الثياب مثل الدواب، هذا يضمنه بقيمته، إذا تلف يضمنه بقيمته، يضمن المثلي بمثله والقيمي بقيمته. نعم. وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذر. غرم قيمته إذن، يعني وقت غصبه، وإلا فقيمته يوم تعذر رد المثل. نعم. وإلا فقيمته يوم تعذر رد، ويضمن غير المثل بقيمته يوم تلفه. نعم، يوم تلفه، لأنه وقت الضمان. نعم. وإن تخمر عصير فالمثل، إذا غصب عصيرا، العصير هو الذي يعصر من الفواكه يشرب، والعصير يجوز استعماله، إلا أنه ما يترك مدة طويلة لأنه يتخمر فوق ثلاث، يتخمر ويشتد، فلو غصبه وهو عصير صالح للشرب ولكنه مع طول المكث صار خمرا، فإنه يضمن له عصيرا، يضمن الغاصب للمغصوب عصيرا مثل ما أخذ، لأن كونه تحول إلى خمر في حكم التلف. نعم. وإن تخمر عصير فالمثل، يعني يضمنه بعصير مثله. نعم. فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا، إن انقلب الخمر عصير، هو أخذه عصير وصار خمر ثم انقلب إلى خل، تحول الخمر إلى خل، والخل يجوز الانتفاع به، فإنه يدفع الخل لأنه يجوز الانتفاع به، ويدفع قيمة، يدفع النقص، يدفع النقص ما بين العصير وبين الخل. نعم. فصل. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة، كل تصرفات الغاصب الحكمية، والحكمية هي التي لها توصف بالصحة أو بالفساد، هذه الحكمية، تصرفات التي توصف بأنها صحيحة أو أنها فاسدة، هذه هي الحكمية، كلها باطلة، من بيع أو شراء أو إعارة أو غير ذلك، كل تصرفات الغاصب باطلة، لأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه. نعم. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته فقوله، إذا تلف المغصوب واختلف في قيمته، إذا تلف المغصوب قلنا يضمنه بقيمته، اختلف في قيمته، هذا يقول قيمته، الغاصب يقول قيمته 100، المغصوب منه يقول قيمته 150، من الذي يؤخذ قوله؟ يؤخذ قول الغاصب، لأنه غارم، لأن الغاصب غارم، والأصل عدم الزيادة. نعم. والقول في قيمة التالف أو قدره، أو قدره، قال غصبت مني عبدين، وقال لا، أنا ما غصبت منك إلا عبد واحد، فيقبل قول الغاصب أنه عبد واحد، لأن الأصل عدم الزيادة إلا بإثبات. نعم. أو صفته، أو اختلف في صفته، قال أنا غصبت منك برا جيد، وقال أنت غصبت مني، أنت غصبت مني برا جيدا، وقال لا، أنا اغتصبت منك برا ردي،
صفة اختلف في الصفة، فيقبل قول الغاصب، يقبل قول الغاصب ولا يلزم بدعوى المدعي، قوله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي، فإذا أثبت المدعي ما يقول وإلا فالقول قول الغاصب. نعم. والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته فقوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه. أما إذا ادعى رده وقال المغصوب منه أبدا ما رديت عليه، من القول قوله؟ قول المغصوب منه، لأن الأصل عدم الرد، لأن الأصل عدم الرد، إذا اختلف في الرد فالقول قول المغصوب منه، لأن الأصل عدم الرد إلا ببينة. نعم. وفي رده وعدم عيبه، وعدم عيبه، وعدم عيبه، الغاصب ادعى أن المغصوب معيب، والمغصوب منه ادعى أنه سليم ليس به عيب، يقبل قول المغصوب منه لأن الأصل عدم العيب. نعم. وإن جهل ربه تصدق به عنهما. إذا غصب مالا ثم نسي صاحبه، جهله، ما يدري منه، ما يدري منين غصبه، وهو تاب ويريد أنه يتخلص من هذا المغصوب، ماذا يعمل؟ يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه، على نية أن الأجر لصاحبه ويتخلص منه، فلو جاء صاحبه فيما بعد وطالب يرد عليه. نعم. وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، عنه تصدق به عنه، عن المغصوب مضمونا، لو جاء وطالب به فيما بعد فيضمنه له. نعم. ومن أتلف محترما أو فتح قفصا، انتهى من الغصب، انتهى الآن من مباحث الغصب، انتقل إلى المتلفات، المتلفات من الأموال. نعم. ومن أتلف محترما، أتلف مالا محترما وهو مال المسلم أو مال الذمي، هذا محترم. نعم. أو فتح قفصا أو بابا، أو تسبب في الإتلاف بأن فتح القفص فخرج الطائر منه، أو فتح الباب فخرجت الدواب وضاعت، أو حل وكاء أو رباطا، أو حل وكاء الكيس فخرج ما في داخله وضاع. نعم. أو رباطا أو قيدا، أو رباطا، حل رباطا شيء مربوط وحل الرباط فضاع المربوط، أو قيدا يعني دابة مقيدة جاء وفك القيد وراحت الدابة. نعم. فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه، أو فذهب ما في هذه الأشياء يضمنها لأنه تسبب في إتلافها، في كونه هيأ لها السبيل للضياع فيضمنها، أو يقول أو أتلف شيئا ونحوه، أو أتلف شيئا، هو أتلف شيء مباشرة بأن أتلف الزرع أو أتلف السيارة أو أتلف الثوب ومزقه، إنه يضمن ما أتلف، يضمن ما أتلف. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق، إذا تسبب في إتلاف شيء، تسبب في إتلاف شيء، جاب دابة وربطها في طريق، فإن كان هذا الطريق ضيقا ومر الناس وعثروا في هذه الدابة حصل ضرر، فإنه يضمن لأنه متسبب، أو وضع حصات في الطريق أو حفرة في الطريق الضيق، أو أوقف سيارة في الطريق الضيق واصطدم بها آخر، فإنه يضمن ما تلف بسبب ما وضع في هذا الطريق الضيق لأنه بسببه. أما إذا كان الطريق واسعا كالشوارع الواسعة إنه لا يضمن، لأنه بإمكان الناس أنهم يتجنبون هذا الشيء، أما الطريق الضيق ليس بإمكان المار أنه يتجنب هذا الشيء الموضوع في الطريق،
وهذا مما يؤكد على احترام الطرق وعدم مضايقة الناس في طرقاتهم، وأن ما ترتب من تلف بسبب سد الطرق يكون على المتسبب. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق فعثر به إنسان ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. إذا كان عنده كلب عقور، عنده كلب عقور طلع من بيته صار يعظ الناس بالطريق، يضمن ما حصل من موت أو جراحة أو غير ذلك، لأن الواجب إمساك الكلب. أو ما طلع من بيته وجاء إنسان ودخل بغير إذنه فعقره الكلب، هذا هدر، لأن دخوله في البيت بغير إذن، فإذا عضه الكلب هذا هدر لأنه معتدي. أما إن كان بإذنه قال ادخل ودخل وعقره الكلب فإنه يضمن لأنه أذن له بالدخول فعقره الكلب، فكان الواجب عليه أنه يخلي المكان من الكلب أو يربط الكلب. أما أنه يقول ادخل والكلب مطلق فهو تسبب في ضرره فيضمن. والكلب العقور أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله دفعا لضرره، يقتل في الحل والحرم، من الخمس الفواسق التي تقتل في الحل والحرم، والعقور هو الذي يعقر الناس. نعم. ضمن كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه. أما إذا دخل بيته بغير إذنه وعقره الكلب فلا شيء عليه لأن الداخل معتدي. نعم. لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج منزله، أو طلع الكلب وصار بالشارع وممر عضه يضمن. نعم. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها. هذا ما أتلفه الآدميون انتهى، ما أتلفته البهائم، أتلفته البهائم، البهائم هي مكلفة، البهائم نفسها هي مكلفة، لكن أصحابها هم المسؤولون عنها. فإذا أكلت الزرع فإن كان ذلك في الليل فعلى صاحبها الضمان، لأن الناس ينامون بالليل. وأما إن كان أكلها للزرع بالنهار فليس على صاحبها ضمان، لأن الناس يحرسون زروعهم في النهار وهم المفرطون، هم المفرطون. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بضمان ما أتلفت البهائم ليلا، وأن على أهل الأموال حفظها في النهار. نعم. وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلا ضمنه صاحبها. نعم. وعكسه النهار، عكسه النهار لا يضمن صاحبها لأن أصحاب الزروع هم المفرطون. نعم. وعكسه النهار إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادة، إلا لو كان إنه الدابة بجنب الزرع وأطلقها بجنب، هذا معروف أنه تبي تأكل الزرع فيضمن. أما إذا أطلقها والزرع بعيد وهي راحت من المكان للفلات ووقعت في الزرع، المفرط هو صاحب الزرع. أما لو كان الزرع بجنب بيتك وطلعت بهايمك وأكلت الزرع تضمن، يعني هذا معلوم أن تبي تتلف الزرع. أما الأول اللي الزرع بعيد هذا ما يعلم أنها ستذهب إلى زرع، وإنما تذهب للرعي. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق، هذا في الدواب التي ليس عليها يد. أما الدواب التي عليها يد قائد ولا سائق ولا راكب فإنه يضمن ما أتلفت بمقدمها، لأنه يتصرف بمقدم الدابة، ولا يضمن ما أتلفت بمؤخرها، لأنه لا يضمن هذا، لا يضمن رجل الدابة، وإنما يضمن مقدمة الدابة، يوجهها ويسوقها. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها، بمقدمها لا. لأنه يتصرف بمقدمها، يوجهها حيث يريد، أما مؤخرها فلا يتصرف، فلو نفحت برجلها وما يملك هذا،
ما يملك كف رجله. وفي الحديث رجل العجمة جبار يعني هدر. نعم. ومن جنايتها بمقدم، لكن السيارة اليوم السيارة يتصرف فيها بالمقدم والمؤخر، ما هي مثل الدابة، فلو أتلفت شيئا بمقدمها أو بمؤخرها فإنه يضمن إذا كان يقودها يعني يتصرف فيها. نعم. ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها، وباقي جنايتها هدر. باقي جنايتها هدر إذا لم يكن معها قائد ولا سائق ولا راكب، فإن لقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار. نعم. وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل. كقتل الصائل، لو دخل عليك واحد في بيتك صائل تدفعه بأسهل ما يمكن، فإن لم يمكن إلا بالقتل تقتله ولا شيء عليك، لأن هذا من دفع الصائل. أو بهيمة، بهيمة صالت عليك ولا أمكن دفعها إلا بقتلها تقتلها ولا شيء عليك. دفع الصائل هدر، ما ترتب عليه فهو هدر. نعم. من إنسان أو دابة أو غير ذلك. نعم. وباقي جنايتها هدر كقتل الصائل عليه وكسر مزمار وصليب. نعم. ومن الأشياء التي إتلافها هدر الأشياء المحرمة، كسر المزمار أو ما يستعمل للطرب هذا هدر، وكسره من إنكار المنكر، وصليب وهو شعار النصارى إذا كسره فهو هدر. نعم. وآنية ذهب وفضة. وآنية ذهب وفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم اتخاذ الأواني من الذهب والفضة، إذا كسرها لأن هذا من إزالة المنكر، ولكن لا يكسر هذه الأشياء إلا أهل الحسبة أهل السلطة، ما أفراد الناس يكسرون الأشياء ذي، وإنما يرفعون إلى أهل الحسبة أو القضاة، وأهل السلطة هم اللي يكسرونها. أما عامة الناس إذا كسروها يحصل فوضى ويحصل رد فعل ويحصل فتنة. نعم. فينبغي ضبط هذه الأمور. نعم. وآنية خمر غير محترمة. وآنية خمر غير محترمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شق دنان الخمر في المدينة لما حرمت، شق دنانها يعني أوانيها وتركها تسيل في الشوارع، أدل على أن دنان الخمر لا حرمة لها إلا إذا كانت الخمر محترمة، وهي خمر الذمي كما سبق. خمر الذمي هذه لا يجوز إتلافها لأنه مأذون له في تركها بموجب العهد الذي بيننا وبينهم. نعم. باب الشفعة. يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من كان له جمال وأهملها وتسببت في حادث سيارة فهل يضمن صاحب الإبل؟ إن كان عندها عند الإبل وتركها تدخل في الخط يضمن، أما إذا كان ما هو عندها يترعى ودخلت بالخط وهو ما هو عندها فلا يضمن، فلا يضمن. نعم. يقول إذا فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أعرت شخصا دابة فرفسته ومات، أو أعرت شخصا سيارة فانفجرت إحدى كفراتها فمات، فهل يكون علي شيء؟ لا، أبو عليك، لا عليه، هو اللي مهمل ومفرط، هو اللي مهمل ومفرط ولم يتفقد السيارة. والدابة أنت ما أنت إلا إذا كانت تحت يدك أنت اللي تقودها ولا تسوقها ولا راكبها، أما إذا كانت بيد غيرك فإن المسؤول هو الذي يده عليها، أن لم تعرته إياها هو المسؤول. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعرت شخصا جهازا كهربائيا فتلف هذا الجهاز عند استعماله له، فطلبت من المستعير إصلاحه فوافق وقام بإصلاحه، فهل علي شيء لأن المستعير لا يضمن فقد ضمنته أنا؟ إذا أنه من نفسه ما ألزمته الزام، وإنما هو من نفسه أصلحه
فلا بأس بذلك، أما الإلزام فأنت لا تلزمه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله في الزاد إباحة العارية وليس استحبابها، فهل هذا مراده؟ لا، يباح يذكر الأشياء التي تباح إعارتها والأشياء التي لا تباح إعارتها، أما أصل العارية فهو مستحب أو واجب، لكن الكلام في الأشياء التي يباح إعارتها والأشياء التي لا يباح إعارتها كما فصل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل السيارة تعد من الماعون الذي يستحب إعارته؟ نعم، السيارة والدابة والدلو، فالماعون عبارة عن العارية أيا كانت. نعم. لكن ربما عبر بالماعون والله أعلم، لأنه أغلب حوائج الناس. نعم. بناء على الأغلب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترى رجل أرض غصب واختفى البائع فمن يكون يضمن؟ هذا عندك المحكمة اللي تدبر لك الشيء هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صحيح أن أكثر ما في كتب متأخر الحنابلة هو مخالف لنص الإمام أحمد؟ لا، ما هو صحيح، ما هو صحيح، لكن قد يكون فيها أشياء مخالفة، ولكن إن أكثرها مخالف ما هو صحيح، هذه مبالغة. اللي في الكتب إما رواية عن أحمد نص عليه، وإما أن يكون مخرج، يكون مخرج على قواعد المذهب تخريج، ولم يقل به أحمد وإنما خرج على قواعده تخريج، أو يكون من كلام الأصحاب وهو ما يسمى بالوجه، بالوجوه، الوجوه هذه من كلام الأصحاب، قد يخطئون وقد يصيبون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إعارة الكافر المعاهد أو غير المعاهد؟ إيش؟ هل يجوز إعارة الكافر المعاهد؟ لا يعار مسلما كما سبق، لا يعار عبدا مسلما، أما أنه يعار شيء من المال ينتفع به وهو ليس حربيا، ليس حربيا وإنما هو معاهد أو ذمي أو مستأمن، فيعار الأشياء التي لا يلزم على إعارتها محذور شرعي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخذت من معاهد مالا مغصوبا، وأردت أن أرجعه ولكنه عند إرجاعه أصبح حربيا، فهل أرجعه له؟ إذا أخذته منه وأصبح حربيا وأنت متعاهد أنك ترده له، تفي بعهدك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز إعارة الخادمات مع أنهن يأتين من بلادهن بعقد العمل عند كفيلهن فقط، لكن الكفيل يعيرها ويسترزق من أجرتها؟ إذا كان إنه ما يترتب على إعارتها مفسدة، يعني يعيرها لامرأة أو يعير رجلا مستخدما، أما إذا كان يعير امرأة لأجنبي يخشى أنه يفعل بها الفاحشة أو يستمتع بها فلا يجوز، كما سبق لك أنها لا تعار المرأة لغير محرمها أو غير امرأة، ما تعار لأجنبي يخشى أنه يحصل بينهما فساد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الفرق بين السرقة والاختلاس؟ السرقة تؤخذ خفية، يؤخذ خفية من الحرز، من الحرز، أما الاختلاس فلا يؤخذ خفية لكن ما هو من الحرز، ما يؤخذ من الحرز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا دخل حيوان مزرعة لها سور وأتلفها فهل يضمن صاحبها؟ إذا كان في النهار إنه لا يضمن، لأن صاحبها هو المفرط، أما إذا كان في الليل فيضمن، سواء كان عليها سور أو ما عليها سور، الليل يضمن صاحب الدابة،
لأن عليه حفظها بالليل ويتركها ترعى في النهار، ويكون أصحاب الأموال هم اللي يحرسون أموالهم في النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الأفضل في صيام يوم عاشوراء؟ حيث سمعنا من يقول إن الأفضل 3 أيام، وسمعنا من يقول إن الأفضل صيام 9 مع العاشر، وكذلك ما حكم إفراد يوم عاشوراء؟ حيث إن هناك من يقول بالجواز، ومن يقول بالكراهة، ومن يقول بالتحريم. إن ما علينا من اللي يقول واللي ما يقول، علينا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم: صوموا يوما قبله، خالفوا اليهود، لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9 والعاشرة. نحن نعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم، نصوم 9 والعاشر، هذا الذي نعمل به. أما قالوا فلان ولا قالوا فلان، ما علينا منها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صام شهر محرم كاملا هل يعتبر إنه قد صام يوم عاشوراء أم لا بد؟ نعم. من صام شهر محرم ومن فاته صوم اليوم 9 يصوم 10 والـ11. نعم. من صام شهر محرم كاملا هل يعتبر إنه قد صام يوم عاشوراء أو لا بد من نية مستقلة لصوم هذا اليوم؟ إذا صام الشهر كاملا دخل فيه صوم يوم عاشوراء. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عليه قضاء من رمضان، لكن فيه إشكال، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، هذا الذي ينبغي أنه ما يصوم محرم كله، يصوم أغلبه، أنه يصوم أغلبه، هذا هو الذي وافق السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من عليه قضاء من رمضان وأدركه يوم عاشوراء، فهل له صيامه أم أن ذلك يحرم عليه ولا بد له من البداءة بالقضاء؟ القضاء موسع، القضاء موسع، ويوم عاشوراء يفوت، فيصوم يوم عاشوراء ويقضي ما عليه فيما بعد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أعار شيئا محرما كالعود وغيره ثم أتلفه المستعير، فهل يعتبر سارقا؟ إذا أتلفه المستعير فلا شيء عليه، لأن هذا هدر، هذا ليس له حرمة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع الكلب المعلم وهل يدخل في الميراث؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي، فلا يجوز بيع الكلب ولو كان معلم، لكن ينتفع به، ينتفع به، أما بيعه لا يجوز، الحديث الصحيح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لي ولد يبلغ من العمر 7 سنين وأذهب به معي لصلاة الفجر كل يوم، لكنه أحيانا ينام في المسجد، فعاتبني أحد الناس وقال: مثل هذا مرفوع عنه القلم وأنت تزعجه من نومه، فهل فعلي هذا موافق للحديث مروا أبناءكم للصلاة وهم أبناء 7 أم أنه مخالف له؟ لا، لم أرد للحديث، وأنت ماجور إن شاء الله، وكونه ينام لا حرج في ذلك، كونه ينام لا حرج في ذلك، الكبير ينام أيضا يأخذه النعاس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحيانا أؤخر سنة العشاء إلى 11:00 ليلا، فهل يجوز ذلك؟ الأولى أنك تأتي براتبة العشاء بعدها مباشرة لئلا تنساها أو تنشغل عنها، فتأتي بها بعد الصلاة مباشرة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص اعتمر وعند الحلق لم يحلق، وإنما أخذ شعيرات من الجانبين والأمام، وسافر إلى الطائف وبات بها، وعند الصباح حلق رأسه، علما أنه حصل منه جماع وتحلل من الإحرام، فماذا عليه؟ إن كان أخذ شعرا كثيرا من جوانب رأسه هذا يكفي، أما إذا كان ما أخذ إلا شعرة أو شعرتين فهذا لا يجزي، وتكون عمرته، هذا لا يجزي، ويكون عليه فدية، يقص من رأسه ويكون عليه فدية، يذبح شاة، عمرته صحيحة إن شاء الله، عليه فدية يذبح شاة في مكة. نعم. وإذا كان عليه دم فهل يجزي أن يذبحها في الرياض؟ لا، الذبح لا يكون إلا في مكة فقراء الحرم، ما يذبح لا الطائف ولا بالرياض ولا بجدة ولا في أي مكان، لازم يكون داخل الحرم ويوزعه على فقراء الحرم. نعم.
الذبح والإطعام لا بد أن يكون في الحرم، أما التقصير والحلق فيجوز في أي مكان. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.